قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم يريد ماذا؟ أن يدرأ عنكم المفسدة. حريص عليكم يريد أن تحصل لكم المصلحة. ومن أعظم المصالح التي تكون للأمة هو المحافظة على التوحيد. ومن أعظم المفاسد التي تنزل بالأمة الوقوع في الشرك.